أعلمني أنها بشرح يعني بنتي أو زوجتي أنها بشرح وبأهدر يوم كامل علشان أربع جبن ماء، وهذا صعب صعب كلف مرة، بس اللي ما يعانيه ما يدري عنه. أما بالنسبة للويتات، ويتات تجيك من منطقة بعيدة وتكلفك أكثر من 12,000 15,000 10,000، ضعيف الحال مع الغلاء الذي ما عنده رواتب، يعني صعب عليه أن يجيب الويت هذا يعطيك أسبوع 10 أيام، وبعدك كم بتجيب في شهر؟ كم راتبك؟ ما يزيد عن 1,000 نسمة من النازحين وأهل 8 قرى في منطقة مكدة بمديرية نصاب التابعة لمحافظة شبوة يعيشون جنبا إلى جنب ويتقاسمون معاناة واحدة. إنها رحلة الوصول إلى البئر الوحيدة الصالحة للشرب في المنطقة، وعبر هذه الطرق يصلون إلى نبع الماء. نازحين عندنا هنا جنب الحيط هذا، من هالناس من هالبزعل جلوس على خيام عشش، لا يوجد لهم أي شيء، حتى المبنى ما فيش معهم مباني، وحتى ما يقولون على العمير، هذا ظروفهم. هذه الوسيلة هي أداة النقل الأساسية هنا، وشراء الماء خيار صعب، خاصة لمن يعيشون على هامش الحياة وطلباتها اليومية الضرورية. مشوار واحد لا يكفي لتوفير الماء، وكلما وصلوا إلى المنزل عليهم أن يعودوا من جديد على ذات الطريق. صعوبات الرحلة إلى البئر ومخاطرها كثيرة، والظروف المعيشية الصعبة تجبر الجميع هنا على الاعتماد على أنفسهم في إيصال المياه إلى مساكنهم، والمغامرة اليومية بالوقوف أمام بئر قد يكون مستقراً لأجسادهم. لو نتعب ولا ستار بعض الوقت من المدرسة ونجيب ما نقدر نجيب ما نروح المدرسة، أتمنى أن تنتهي هذا المعاناة ويصل الماء للبيوت، إن شاء الله أنه يوصل الماء للبيوت. الجميع هنا يحلمون بحل يسهل عليهم الحصول على الماء، لكن أصواتهم تظل حبيسة حناجرهم قبل أن يلقوها في البئر ولا يسمعها غيرهم.
نناشد الجهات المسؤولة مثل دعمنا وتقوم بدعمنا في هذا الجانب بالنسبة للمياه وشح المياه، لأن ظروف الناس عندنا صعبة جدا ولا يستطيعون ينقلوا بويتات. حيث الإنسان بحث عن طريق الوصول إلى هنا ومصحوبين بتعاون الأهالي، تغيرت تلك الطريق وقصرت المسافات وسمع ذلك الصوت أخيراً. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نقوم بتحقيق حلمكم بالغيث. كالماء ينحت الأمل الصخر، وها هي الأحجار تشكل وتنقل استعداداً لبناء الخزان الذي سيخفف من معاناة أهالي القرى الثمان. تخيل ان كل انسان يشوف غيره بعين احسان، ونبدا كلنا نسعى نرجع كفة الميزان عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا. نشارككم سعادتنا وصدقين الحمد لله. الماء وصلنا معدل لب
الحمير يجيب لنا ماء، لان الماء عندنا واجد، لا في اللعب لا في المدرسة، الماء واجد عندنا في بيوتنا الحمد لله. عليك من كاس، إذا سقيت بعطشان.